السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باشمهندس اللي فاضل معاكم مهندس اسلام جميل، وان شاء الله هنبدأ كورس الريفت الانشائي. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عايزين نبدأ مع بعض يا باشمهندسين مع برنامج الريفت ستراكشر. عايزين نبدأ نعمل كوردينيشن ما بين برنامج الريفت الارشيتكتور وبرنامج الريفت ستراكشر. زي ما احنا متعودين هبدأ افتح الديفولت تمبلت بتاعتي اللي هي الاستراكشر اناليسيس ديفولت متريك. قلنا لو حضرتك مش موجود عندك هتدخل على قائمة فايل، هتقول له اوبشن، هتروح على حاجه اسمها فايل لوكيشن، هتختار من هنا علامه البوزيتيف اد فاليو. المسار بتاعه زي ما احنا اتفقنا يا باشمهندسين، اهم حاجه عندي اول حاجه اعملها ان انا اروح على الت، اروح على تول فولدر اوبشن، اظهر حاجه اسمها من فيو، حاجه اسمها شو هيدن فايلز، اهم حاجه عندي. بعد كده اروح على برنامج ريفت، هدخل على ماي كمبيوتر على السي، خد بالك بقى من المسار، بروجرام داتا Autodesk RVT 2018 ده اللي موجود عندي، لو عند حضرتك 2020 او 2019 هتلاقيه موجود. هتختار من هنا حاجه اسمها تمبلتس، انا بختار الوحدات المتريك، هتلاقي كل حاجه موجوده عندك. هنختار في الديفولت متريك ده للمعماري، وفي الاستراكشر اناليسيس ديفولت متريك ده الانشائي. انا اخترته، اقدر اعدل فيه اوف هنا، اطلعه فوق انزله تحت زي ما انا عايز. هفتح الاستراكشر اناليسيس ديفولت متريك بتاعي وهبدا اتعامل مع البروجكت بتاعي. برنامج ريفت اول ما بيفتح قدام حضراتكم برنامج ريفت الانشائي، طبعا موجود عندنا هنا الشاشه اللي فوق اللي هي قائمه ريبون، موجود عندنا هنا، موجود فيها كل حاجه، بيسهل عليك ان انت توصل لاي اوردر انت محتاجه. موجود شريط البروبرتيز وموجود شريط البروجكت براوزر. لو مش موجود عند حضرتك هتروح على قائمه فيو يوزر انترفيس، هتختار من هنا بروجكت براوزر او بروبرتي او اي شريط حضرتك محتاجه. تمام كده يا باشمهندسين، دي مهمه جدا لينا الشريطين دول، هنعرف اهميتهم واحنا شغالين. اللي قدامنا دي الدروينج اريا اللي احنا هنرسم فيها. اللي فوق ده اسمه كويك اكسس تول بار اللي على الشمال فوق هنا ده، واللي في النص ده اسمه اسمه التايتل بار الموجود عندنا، بيدينا اسم البروجكت اللي احنا ايه عايزين. ما علينا، اول حاجه هنبدا نشتغل في البروجكت بتاعنا. اول حاجه بظبطها هي اليونتس، بروح على قائمه مانج، في حاجه هنا اسمها بروجكت يونت او الشورت كات بتاعها يو ان. هختار من هنا اليونتس الوحدات بتاعتي، انا بحب اشتغل متر اند سنتيمتر. حضرتك عايز تبقى ادق اكتر وتشتغل بالمليمتر، يبقى حضرتك ايه تحب الدقه جدا، يعني اللي انت عايزه تشتغل بيه مفيش اي مشكله خالص. طيب عايز استورد برنامج ريفت الانشائي عشان المعماري عشان اتعامل معاه، فبروح على قائمه انسيرت لينك ريفت، انسيرت لينك ريفت، هجيب اللينك ريفت بتاعنا اللي جاهز اللي انا مجهزه اهو، ده اللي انا مجهزه، واقول له اوبن بالشكل ده كده يا باشمهندس. لو فتحت 3 دي هلاقي شكل الريفت المعماري، بس يا باشمهندس انا مش شايف اي حاجه فيه، يعني يا دوبك شايف حوائط بالعافيه وحاجات بسيطه جدا. ليه يا باشمهندس؟ لان سيادتك ظاهر في الديسبلين ظاهر ان هو يظهر الاستراكشر فقط. ممكن تقول الكوردينيشن عشان يظهر المعماري والانشاء اللي حضرتك بتعمله، او ارشيتكتور عشان يظهر الشكل المعماري. لو سيادتك رحت على الرياليستيك تقدر تشوف الشكل فعلا ايه الريفت المعماري بالشكل قدام حضرتك ده اهو، بالشكل قدامنا ده. اي حاجه ناقصه فيها هنقدر نرسمها عادي خالص بمنتهى السهوله، مفيش اي مشكله خالص، هنقدر نتعامل معاها. ده شكل الموديل المعماري اللي احنا عايزين نبدا نستخدم منه اللي احنا محتاجينه. في ممكن عشان اظهر او اخفى اي حاجه، في حاجه اسمها فيزابيلتي اند جرافيكس، الاختصار بتاعها في في او في جي. ممكن اضغط هنا على اديت والاقي هنا حاجه اسمها الموديل كاتيجوري. الموديل كاتيجوري اي حاجه خاصه بالنمذجه بتاعتنا، يعني وولز، فلورز، فاونديشن، اي حاجه هنرسمها هنا موجوده فين؟ في الموديل كاتيجوري. ممكن مثلا لو انا عايز اخفي الفلورز اضغط على حرف الاف واجي لحد كلمه فلورز، اشيل علامه الرايت واقول له اوكي، خلاص كل الفلورز اتشالت. في في تاني عايز اخفي الحوائط اقف هنا اقول له دبليو، اروح على الوولز واشيلها من هنا بمنتهى السهوله. كل حاجه بتشتغل مع حضرتك بي في دي كلها موديل كاتيجوري. اروح تاني على الوولز اظهرها والفلورز اظهرها بمنتهى السهوله، والكولمز برضو لو انا عايز اظهرها اضغط على حرف سي، في هنا الكولمز ما كانتش ظاهره اظهرها عادي خالص جدا. عايز اظهر الكولم بس في في، ممكن اختار كل ده اقول له سيلكت لول، واروح فقط على الكولم اشيل عليهم العلامه الرايت دي بس كده، كده هيتشال البروجكت كله. في في تاني اروح هنا على الكولمز واقول له اوكي، كده ظهرت ادي الكولمز الموجوده عندنا بالشكل ده لحضراتكم، دي الكولمز اللي انا عايز اتعامل معاها. وهكذا بقى تقدر حضرتك تتعامل بمنتهى السهوله.
سيلكت الاول تاني، اضغط على علامه الفاضيه دي يديني كله ايه اوكي. ماشي كده يا باشمهندسين، ادي الريفت المعماري اللي انا استوردته مع حضراتكم بالشكل اللي قدامكم ده.